تتواكب الاهتمامات ديال المجتمع المغربي او المجتمع العالمي فوقت واحد. علاش؟ لانني انا صيدلي وتنكون تندير كونطوار بزاف، تندير تنكون واقف تنواجه الناس، تنشوف الناس يجيو عندي للصيدليه، تنعيش الهموم ديالهم. ولا فارماسي سي لو ترمومتر دو لا سوسيتي، هو ميزان الحراره. الصيدليه ميزان الحراره ديال المجتمع. تيجي عندك المريض، تيجي عندك اللقاء اللي كان اليوم هو لقاء مفيد، لان كان لقاء مع الاخوان النقاد، لقاء مع السينمائيين، مع الجمهور، وكان لقاء سانسير، لان كان في واحد تلقائيه، كان في واحد صراحه، كان واحد عده اشياء. حاولت نجاوب على الاسئله بما قسم الله، حاولت نحكي تجربتي في السينما، حاولت نحكي كيفاش تنصبوا، كيفاش تنظن بأن كان لقاء مفيد ليا وليهم، وهذا هو الهدف من اللقاء. كان عندنا الحد ومتعة أننا عرفنا كل شيء عن حسن بجلون. لم يبدو كان مرتاح، لقلنا بعد ماشي الاسرار، ولكن بعد الخبايا ديال الطريقه ديال الشغل ديالو، الصعوبات التي لقته في بعض الافلام، كيف كانت بدايته، والخلاصه الاساسيه يمكن الحاضرين اخذوها، هي انه ان حسن بجلون يشبه افلامه. انسان بسيط، انسان عفوي، انسان نقدر نقول له متسامح. لهذا حتى افلامه يمكن ادراجها بسهوله ضمن ما كيتسمى بالسهل الممتنع. افلام كيهمها انها تتواصل مع الجمهور العريض، كيهمها انها تدين بعض الظواهر المجتمعيه المرضيه، ولكن تدين بهدوء. سعيده بتكريم المخرج السينمائي المغربي القدير حسن بن جلون، وبأهني وأحيي مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط على اختيارهم لهذا التكريم، لأنه حسن بن جلون في تقديري إن هو مخرج عنده جرأة وشجاعة إن هو يجرب أنواع سينمائية مختلفة. بدليل أنا شفت له فيلم لسه لم يعرض في المغرب اسمه جلال الدين. الفيلم فيه ميزة إن هو بيجمع بين نوعين سينمائيين بعيدين كل البعد عن بعض، السينما الصوفية والسينما التي هي أقرب إلى سينما حسن الإمام، وكان قادر على إقامة وضبط المعادلة السينمائية في الاحتفاظ بالإيقاع والاحتفاظ بالتوازن بين هذين النوعين السينمائيين. وأحيي فيه أيضا قدرته على المثابرة وعلى الإصرار إن هو يظل محافظ على الشغف تبعه، وإن هو يظل يصنع سينما قادرة على الاحتفاظ بالجمهور وجذب الجمهور إلى قاعات السينما في المغرب أو في أي دولة عربية أخرى شقيقة. شيء مهم جدا إن احنا نحتفظ بالجمهور وعلى علاقته بالسينما، وإن هو يحضر دور العرض مش مجرد إن هو يشوفها في المهرجانات والأفلام. فأنا أحييه على هذا، مش أي حد قادر على ده. أجدد تحياتي لإدارة المهرجان على الاختيار، وأطيب تمنياتي لحسن بن جلون، لأنه إنسان رائع ومتسامح ومثقف وعنده شغف حقيقي بالسينما. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.